الثانية لفريق النهضة البركانية، لحظات تاريخية، صور ستؤرخ في مسيرة فريق النهضة البركانية. بالأمس القريب رفعوا الكأس في العاصمة المغربية الرباط، ولد يحيى كذلك إلى جانب موتسيبي موريتاني مع موتسيبي في لحظة تسليم الكأس الإفريقية لرئيس النادي، وكذلك ليان عميد في يد الأداء. محمد العزيز سيرفع الكأس، محمد العزيز سيرفع الكأس في لحظات تاريخية هنا بأويو نيجيريا. رفعوا عن نيشان هاشان هالبراكنا، يرفعون الكأس في هذه اللحظات في صور للذكرى وفي صور تؤرخ لتفوق وتألق النهضة البركانية على الصعيد الإفريقي. برافو بركان، برافو بركان، يعلي شان الكرة المغربية، يعلي شان الكرة المغربية ويعلي الكأس الغالية هنا في سماء نيجيريا. لقب آخر ينضاف إلى سلسلة ألقاب الكرة المغربية. إذا مرة أخرى مبروك، ألف مبروك، وعودة سالمة وآمنة للديار المغربية. هكذا يا صور الاحتفالات، هكذا يا صور الفرحة بالكأس الغالية. وأكيد الفرحة كبيرة في بركان وفي كل المدن المغربية في انتظار المزيد من الإنجازات. برافو يا رجال، مبروك لكم، وإن شاء الله القادم أفضل كذلك بمزيد من الألقاب. مشاهدي الكرام، شكرا لكم على المتابعة، ألقاكم في مواعيد قادمة إن شاء الله. الكلمة تعود من جديد لأحمد فؤاد في الاستوديو التحليلي. إلى اللقاء.